عام كانت قطفه ديال خويا عماد ولكن من رجل اللاعب بدر عكاين هجوم مضاد دائما هجوم مضاد خطير ولكن بسرعة دخول جميل من عند هاريس دائما الكرة خطيرة تصدي جميل من عند لاعب رقم 4 رشيد بن مختار وخطا ولكن الكره كتصادم الهجوم ديال الحارس كان خطا عليه هجوم مضاد الحارس كيدخل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة لهذه المقابلة هذه كتدخل في الاستراتيجية العامة اللي كتنهجها الإدارة العامة أو الإدارة التقنية برئاسة هشام الدكيك، وهذه مسألة تاع الإيفنت 3 اللي الحمد لله راها خرجت للنور واللي كيشرف عليها الدكتور معوني. دونك حنا جات هذه المقابلة إن شاء الله باش نفتحوا المجال للعصاب الأخرى انها هي تقوم بنفس النهج وتدير المنتخبات تاع العصب ديالها، وهذا غادي يسهل الماموريه على الناخب الوطني هشام الدكيك وفي نفس الوقت على الناخب الوطني السي المعوني باش يشوف كما يقولوا اللاعبين اللي يقدر يستعين بهم في المنتخب. دونك المقابله فيها في حق مقابله الحمد لله مرت في ظروف حسنه. كنشكروا عصبه الشرق في رئيسها جمال الكعواشي والقائمين في العصبه على تسهيل المأموريه تاع التربص اللي قمنا به اللي كان فيه ثلاثه ايام، وعلى المجيء ديالنا هنايا للقنيطره.
المقابله في حقها مقابله عاديه، حنا قمنا باللازم، تربصنا بما فيه الكفايه وجينا الحمد لله، والامور فاتت كلها بخير وعلى خير. الفريق تاع المنتخب تاع الغرب عرفوا بانه فريق متمرس، فريق عنده لاعبين في المستوى، عنده لاعبين تاع البريمير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون، حنا بحال عندنا غير دوزيام ديفيزيون لا ليغ. حاولنا اننا نجريو المقابله على حسب الامكانيات ديالنا، الامكانيات تاعنا هي محدوده، رجعنا للوراء وحاولنا نجريو المقابله الى اخر المطاف. الحمد لله حصلنا على هذا التعادل هذا. احنا الحمد لله حاولنا ما امكن اننا انتجري وندخلوا لاعبين من لا ليغ. كان عندنا تقريبا شي 5 د اللاعبين، واحد اللاعب كان في جيك، هذا وهي تقريبا واحد النقطه اللي 400 كيلومتر، راه ماشي سهله بانك والحمد لله التحق بينا ودخل حتى هو، وحتى هو عطى تاعو بحال مجموعه ديال اللاعبين اللي موجودين في وجده وتاوريرت. اذا كانت تقريبا مناسبه ان اللاعبين ديال لا ليغ حتى هما كما يقولون شوفوا الامكانيات ديالهم، وكان هناك تتبع. انا الحمد لله كنتبع المقابلات ديال الممتاز والشرفي، وكنحاول ما امكن نشوف اللاعبين اللي في المستوى ونحاول انتجريهم في المنتخب ديال العصبه، رغم انهم بحرا بداو عندهم حتى 3 مقابلات مقارنه مع القسم الوطني الثاني والقسم الوطني الاول اللي عندهم 11 مقابله. اذا المنافسه كتبقى دائما ضعيفه، نحاول ما امكن انتجريهم او ندخلهم شيئا فشيئا. كاين هذا الفكر هذا، الاداره التقنيه راه كتفكر في هذا الامر هذا، انها كدير بطوله تاع الانتر ليغ، ماشي غير في الايفنت 3، غادي تكون ان شاء الله في الايفنت 3، وغادي تكون ان شاء الله في الايديسات، وغادي تكون ان شاء الله في تاع الفيمينين. دونك كاين هذا التوجه، هو في حقه هو ورش، هو ورش كبير دخل فيه هشام الدقيق الناخب الوطني، انه فتح الاوراش. اولا الورش اللي فتح فيه هو انه كان هناك مدراء تقنيين، هذه اول مره كتكون في التاريخ ديال الفوتسال، هذه من جهه. من جهه ثانيه كنشوفوا دوك لا ولا التكوين تاع العصب، ها ولينا نلعبوا ما بين العصب، من بعدها ان شاء الله يكون الانتر ليغ، موراها ان شاء الله يكون لو ايديسات انتر ليغ، موراها تكون عندك الفيمينين انتر ليغ. كاين حاجه، كاين واحد التوجه تاع الناخب الوطني هشام الدقيق، لانه هو خدم في القمه، الحمد لله المغرب تسلق الرتاب، كان في الرتبة متأخر الحمد لله، اليوم في الرتبة 19، القمة صافي تقريبا حاولنا أننا نستابيل. مشى درك الناخب الوطني مشى للقاعدة، درك يخدم في القاعدة، لي ديريكتور تكنيك، لي فورماسيون، درك تقريبا دارت واحد 4 ولا 5 ديال فورماسيون. هناك دينامية كبيرة في الفوتسال في المغرب، والحمد لله يرجع كي نقولوا حنايا الفضل لهشام الدقيق في هذه الأمور هذه، مشكور. وحتى الدعم اللامشروط ديال رئيس الجامعة اللي ما يبخلش على هذه اللعبة هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين الإخوة قناة الفجر، مشكورة اللي واكبت هذه التظاهرة هذه، والشكر موصول لرئيس العصبة ديال الشرق سي جمال كواشي اللي وفر لنا كل الظروف باش ندوزوا واحد الكونسونطراسيون مزيانه باش نوقفوا على المسائل التقنيه والتكتيكيه اللي غنخوضوا بها هذه المقابله. مشكور من منصبه وجميع الاخوه اللي في العصبه مشكورين. وبالنسبه للمقابله فهي دازت في اجواء رياضيه واخويه، والهدف من هذه المقابله هو نوقفوا على الجاهزيه ديال هذه الفئه في الجهه ديالنا، بحكم انهم غيحتكوا مع واحد الهرم ديال كره القدم داخل القاعه اللي هي الجهه ديال القنيطره، وباش يوقفوا الامكانيات ديالهم. وكذا احنا متبعين التوجه اللي غاديه فيه الاداره التقنيه تاع الوطنيه تاع الجامعه الملكيه المغربيه، اننا نوجدوا الخلف للمنتخب ديالنا ديال الفوتسال، ولما لا نطعموا المنتخب الوطني حاليا ديال الايفنت 3 بعناصر، ذلك حسب الرؤيه ديال الناخب ديالنا الدكتور معوني. وبالنسبه للسؤال اللي وجهت لي حول هل هناك تظاهرات ان شاء الله، فالاداره التقنيه في حد علمي انا دارت واحد المشروع انها تكون واحد التظاهره ما بين العصب، والله اعلم باش ناكد لك الخبر او لا ننفيه ما عنديش 100%، ولكن نورمالمون راه كاين هذا، كاين التفكير في هذه المساله هذه، ونتمناو من الله خير. اولا كنشكر عصبه الشرق على هذه المبادره اللي قدموا لنا. المقابله مرت باجواء رياضيه جميله بزاف، حسينا بالمسؤوليه، قدمنا داك الشيء اللي طلبوا منا المؤطرين ديالنا،
والحمد لله على كل حال. وروح مرت المقابلة بروح رياضية جميلة ونتمنوا يعني هاد المباراة تبقاو يتعاودوا إن شاء الله ونزيدوا قدام إن شاء الله. يعني علاش ما يفكرش المسؤولية أنه ينظموا بطولات بين العواصم؟ داك الشيء اللي بغيت نقصد لك ثاني، ينظموا بطولات بحال التورنوا ولا شي بطولة تاع العصاب، كل مرة بقاو يمشيو يلعبوا في فجيه ومنها كيبانوا اللعابة، منها كيقدموا مستوى كبير إن شاء الله. المقابلة كانت جميلة، الدراري قاموا بمباراة قتالية اللي كنشكرهم في هذا المنبر بعدا، وكنشكر المدرب ديالي عز الدين والسي عبد الهادي ودريس اللي تشاقوا فيا وعطاوني الفرصة أنني نلعب في هذه المباراة. وكما شتي مباراة مسالاش بتعادل، هذه الكرة فيها تعادل وفيها خسارة وفيها الفوز، وبالعكس التعادل غيخلينا نخدموا الأوراق ديالنا المباراة الجاية إن شاء الله. وكنشكر عاوتاني عصبة الغرب اللي انضمت لنا هذه المباراة، وكنشكر الفجر سبور اللي قام بتغطية لنا المباراة مزيانة، بالعكس نفعتنا باش أننا نحتكوا مع عصبة الشرق اللي كانوا عنده دراري زويونين اللي قاموا شهم مباراة زويونة وروح قتالية عندهم. وكما كتعرف هادي يلا الدراري ديالنا الله تجمعوا، هادي دابا حصة ثانية، هذا ماتش ثاني اللي قمنا به دابا، وان شاء الله كما قلت لك اننا غنحاول نخدموا الاوراق ديالنا المباراة الجايه ان شاء الله.